والحديث عن تكرار هجمات الميليشيات على مراكز التمركز على تمركز القوات الأمريكية في حقل العمر النفطي، وعن الصراع الأمريكي الإيراني أيضا في سوريا والعراق، معنا من اسطنبول هاتفيا المحلل العسكري السوري اللواء محمود علي. مرحبا بك. بداية سيد اللواء، كيف تقرأ هذا القصف المتواصل لقاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور؟ يعني ما رسائله؟ بداية تحية لكم ولمتابعيكم الكرام. حياك الله. من حيث المبدأ، يعني هذا القصف أعتقد أنه سيستمر ليس على الحقل، وإنما على كل ما يتعلق يعني في مراكز تعتبر حيوية بالنسبة للوجود الأمريكي، إن كان في داخل الأراضي السورية أو حتى بالنسبة للعراق. يعني هذا الوضع أصبح معروف تماما. الجميع يذهب إلى كما يقال يعني إلى آخر حافة النهاية. الموقف الأمريكي المتذبذب والمرن إلى أبعد الحدود مع الإيرانيين تكرر سابقا، وخاصة في عهد إدارة بايدن. والميليشيات والإيرانيون استغلوا هذا الموضوع وبدأوا باستمرارهم بقصف قواعد يتواجد فيها الأمريكيون أو حتى القوافل التي تنطلق للدعم اللوجستي للقوات الأمريكية. طيب سيد اللواء، عذرا، يعني ذكرت أن هذا الواقع يعني بات في حافة النهاية، ماذا عن واشنطن إذن؟ كيف ستتعامل مع هذا القصف؟ هل ستوسع نطاق قصفها الميليشيات الموالية لإيران على غرار ما حصل قبل يعني أسبوعين؟ وهناك يعني أيضا هناك جدال في الكونغرس الأمريكي بشأن ذلك. أخي الكريم، أنا حتى لا يفهم حديثي بمنحى آخر، أنا قلت أن إيران والميليشيات ذهبت إلى خط النهاية أو حافة الهاوي كما يقال، دائما تصعد باستمرار نتيجة ليونة الموقف الأمريكي وتذبذبه. هذه الإدارة لو يعني اتخذت موقفا حقيقيا تستطيع كما يقال أن تنهي الأمور بشكل إيجابي وشكل حاسم وسريع، وهي وضعت حتى كل حلفائها في المنطقة بما فيهم كما يقال حكومة القاذبي في موقع ضعيف تماما. الكل يعرف كم مرة تم مهاجمة القواعد التي يتواجد فيها الأمريكيون، إن كانت داخل العراق أو في كردستان أو كما يقال قوافل الدعم اللوجستي. والإدارة لم تتصرف بحزم، لو أرادت أو لو استحت وخجلت على حالها كإدارة سياسية أو عسكرية، يجب أن توجه ضرب حاسم إلى الميليشيات الولائية، وبذلك تكون قد ردت على هذه الهجمات وأفسحت المجال للحكومة العراقية لتظهر بمظهر قوي. ولكن الأمريكيون تركوا مصالحهم أو كما يقال قواتهم وقواعدهم، وتركوا حتى إدارة مصطفى القاضي في وضع ضعيف. الآن هناك ضغط من أعضاء مجلس الشيوخ في من الجمهوريين تحديدا على بايدن لكي يكون أكثر حزما، هل سيؤتي هذا الضغط ثماره برأيك؟ يعني هذا الموضوع أنا لا أستطيع أن أجاوب عليه بشكل واضح وحاسم، ولكن دعنا نترك الموضوع إلى الفترة القليلة القادمة. ستظهر إذا كانت هذه الضغوط ستؤتي أكلها وثمارها أم لا. وإنما الواضح إدارة بايدن كرست المرونة المطلقة وأفسحت المجال لإيران وميليشياتها بالقيام بالتمرد وبأعمالهم باستمرار، وأضعفت حلفائها. هكذا أرى. تمام، إذن شكرا جزيلا لك سيد اللواء محمود علي المحلل العسكري السوري.